بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ مع بعض مادة المحاسبة الإدارية، دبلوم محاسبة مالية الفرقة الثانية. أنا كنت بدأت معاكم محاضرات وهكمل لكم الجزء المتبقي نظرا للظروف الطارئة اللي احنا بنمر بيها، وإن شاء الله بندعي إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عننا الوباء والبلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض منهج المحاسبة الإدارية. احنا تناولنا قبل كده في المحاضرات السابقة المحاسبة الإدارية الاستراتيجية، ثم تناولنا بعدها أدوات وأساليب إدارة التكلفة. خدنا أول أداة اللي هي منهج التكاليف على أساس الأنشطة، وتناولناه بالنظري والعملي. وقت إن شاء الله بإذن الله هنتناول تاني أداة اللي هي التكاليف المستهدفة. التكاليف المستهدفة دي بنعتبرها استراتيجية للشركة بيتم اشتقاقها من السوق. بموجب التكاليف المستهدفة بيتم تسعير المنتج بناء على السوق. ليه؟ لأن السوق هو بيوفر أفضل ميزة تنافسية عن طريق دراسة السوق، عن طريق دراسة الاهتمامات العملاء، المواصفات، الخصائص اللي بيطلبها العملاء والمفروض ان انت تتوافر في المنتج، عن طريق المقارنة مع أداء أفضل مناسب وتقدير حجم المبيعات وسعر بيع المستهدف. ده كله نقدر نوصل للتكاليف المستهدفة. بعد شوية هنشوف ايه هي المعادلة بتاعتها. التكاليف المستهدفة تعتبر بنقول عليها فلسفة الإدارة الاستراتيجية. بتوضح ان معظم التكاليف بتكون في المراحل الاولى من دورة حياة المنتج، فبالتالي لما نيجي نحط سعر لبيع المنتج ابص للمراحل الاولى مش ما بعد الانتاج، على اساس ان احنا نحاول نوصل ليها في المرحلة الاولانية في قبل ما نعمل تصميم للمنتج. هي بتعتبر منهج برضو تطوير مستمر يمكن من خلاله الإدارة ان هي تقدر تحقق وفرات تكاليفية، وبالتالي نقدر نقول عليها انها بتمثل حد الأقصى للتكاليف المسموح بها المفروض ان هي يتم تحديدها قبل بداية الإنتاج لكل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج. طيب المراحل اللي بتمر بيها التكاليف المستهدفة بتمر بثلاث مراحل أساسية. أول مرحلة بنعمل تحديد وتخطيط للتكاليف المستهدفة، دي من خلال بحوث التسويق، من خلال تحليل منتجات المنافسين، من خلال دراسة متطلبات العملاء. المرحلة دي بتنتهي إن احنا نكون حطينا تصميم مبدئي للمنتج بمواصفاته وبناء على متطلبات العملاء، وبتنتهي برضو بتقدير مبدئي للتكاليف المنتج. بنحدد بقى التكاليف المستهدفة من خلال سعر بيع المنافس اللي هو بنبص ليه أفضل منافس في السوق، وده بنقول عليه سعر بيع المستهدف بتاعي. هامش الربح المستهدف، وده ممكن أقدر أجيبه من خلال هامش ربح المنافسين. وبعدين بنطلع التكاليف المستهدفة من خلال معادلة بتقول لي إن سعر بيع المستهدف ناقص هامش الربح المستهدف يديني التكاليف المستهدف. بنحاول بقدر إمكاننا بنحدد الفجوة التكاليفية ما بين التكاليف المستهدفة والتكاليف اللي ممكن نقول عليها المسموح بها أو المقدرة. طيب ممكن الفجوة التكاليفية ديت أعمل مقارنة ما بين إيه وإيه؟ أول حاجة التكاليف المستهدفة والتكاليف المقدرة والفرق ما بينهم. بنحاول إن احنا في تقديرنا للتكاليف نوصل لمعادلة التكاليف المستهدفة، يعني أقلل الفجوة. ممكن برضه أوصل لها بحاجة تانية من خلال المقارنة ما بين التكاليف المسموح بها والتكاليف المستهدفة. دي المرحلة الثانية إن أنا أحقق التكاليف المستهدفة. أحقق التكاليف المستهدفة أوصل لها إزاي؟ باستخدام أدوات ممكن من خلالها نخفض الفجوة التكاليفية بين التكاليف المقدرة والتكاليف الحالية أو التكاليف المسموح بها وبين معدل التكاليف المستهدفة. أوصل ليها إزاي؟ من خلال عدة أدوات. حاجة اسمها الهندسة المتزامنة، حاجة اسمها تحليل مكونات المنتج، هندسة القيمة إلى آخره.
تيجي لي المرحلة الأخيرة اللي هي بقى التطوير والتحسين المستمر للتكاليف المستهدفة عشان أقدر أخفض تكلفة المنتج وأوصل وأوصل من خلاله إلى التكلفة المستهدفة اللي إحنا سابقة وحطيناها. ودي بتبقى في مرحلة الإنتاج. أنا ممكن بقى في المرحلة دي أخفض التكاليف عن طريق التحسين المستمر أو ما يقال عليه كازون للتحسين المستمر. ايه الركائز بقى اللي ترتكز عليها التكاليف المستهدفة؟ اول ركيزة ان انا ممكن اوصل للتكاليف من خلال السعر. سعر ايه؟ سعر السوق. يبقى نقطة البداية عندي هي سعر السوق، السعر المقدر للمنتج واللي بيقبله العميل وعنده مقدرة لدفعه عشان يقدر يحصل على المنتج اللي هو بيلبي ايه رغباته. من خلال سعر البيع المستهدف بقدر احدد برضه هامش الربح المستهدف، واللي هو عبارة عن الربح اللي بترغب الإدارة في تحقيقه من المنتج. ممكن أوصل للربح المستهدف إزاي؟ من خلال المنافسين أو المنتجات المنافسة. طيب ممكن الربح المستهدف ده أستدل بيه من خلال معدل العائد المستهدف على المبيعات، معدل العائد على الاستثمار إلى آخره. تاني ركيزة التفاعل مع البيئة الخارجية من عملاء ومنافسين. لازم نراعي متطلبات العملاء، ودي العميل بيعتبر سيد السوق، بحيث ان انا اصمم المنتج اللي بيلبي ايه متطلبات. كمان لازم اخد في اعتباري اسعار المنافسين، لان البيئة الخارجية ما هي الا عميل سوق منافس وسوق كمان عشان اقدر اخد حصة من السوق. الركيزة الثالثة ركز على تصميم المنتج. ممكن ان احنا نعمل تعديلات هندسية في تصميم المنتج بحيث ان احنا نوصل للتكلفة المستهدفة، ده قبل بداية الانتاج. وزي ما قلنا انا ممكن استفيد ببعض الادوات زي هندسة القيمة. الركيزة اللي بعد كده لازم وانا بطبق منهج التكاليف المستهدفة اخد في اعتباري ان في فريق عمل متكامل يتمتع بالمهارة، ما اكتفيش بمحاسبة التكاليف بس، لا الفني، المهندس، مدير المشتريات، مدير الانتاج، محاسب التكاليف. الركيزة اللي بعد كده ان اخد في اعتباري كمان ان التكاليف المستهدفة لازم تشمل تكاليف كل مكونات سلسلة القيمة بداية من الموردين لحد ما يوصل المنتج للعميل النهائي. آخر ركيزة اللي هي إن أنا بركز على دورة حياة المنتج، وإحنا هنرجع لدورة حياة المنتج بعد كده. انت عندك بعض الحالات المتعلقة بالتكاليف المستهدفة، يعني هي فكرتها بسيطة، بنحاول نتنقل من الحالات من البساطة الى شويه بتحتاج الى تفكير. عندك الحاله الاولانيه بتعتمد ازاي انت توصل ل نسبه هامش الربح المستهدف، وجايب لي طبعا معدل عائد على المبيعات على مستوى المنشاه وعلى مستوى الصناعه وعلى مستوى المنافسين، ويديك الوزن الترجيحي. كل الهدف منها ان انا اوصل ل معدل العائد اللي انا هستخدمه او نسبة هامش الربح اللي انا هستخدمها عشان اطرحها من سعر البيع. فبحاول اراجع عشان كأني بوصل لمتوسط، يعني عندي هنا على مستوى الصناعة ومعدل العائد التاريخي للشركة والمتوقع للشركة، وعلى والاخير طبعا على مستوى الصناعة. بحاول ان انا كل معدل اضربه في الوزن المرجح ليه واجمعه على اللي بعده يديني متوسط. المتوسط ده بيمثل نسبة هامش الربح. طب نسبة هامش الربح اما يطلع 21.5% عندي سعر البيع 600، اذا لما اضربه فيه هيديني رقم هامش الربح كجنيهات. عندي سعر البيع، المعادلة بتقول التكاليف المستهدفة بتساوي سعر بيع المنتج في السوق ناقص هامش الربح. سعر عندي 600، هامش الربح 129، يبقى عندي 461. الحالة التانية بتعتمد على ازاي ان انت بتطبق هندسة قيمة على بعض الاجزاء، بتشوف مكونات المنتج التكلفة المتوقعة لكل جزء بحيث ان انت تقدر تستبعد الانشطة اللي ما تضيفش قيمة من الاجزاء دي، الجزء اخفضه جزء اشيله خالص على اساس ان انا اقلل الفجوة التكلفية. فهي كل ما فيها ان انت بتستعرض الاجزاء لكل منتج، الاجزاء الاساسية بتاعته ووظيفته للمنتج، اسفه منتج جاف،
بتشوف التكلفة المتوقعة بتاعته الإجمالي، يعني عملية مش يعني تمرين مجرد أنقل بس من الحال. التالتة بتوريني ازاي اوصل للفجوة على اساس ان انا احاول ان انا اقللها. فبيقول لي اذا كان سعر بيع المستهدف عندي للوحدة 17 جنيه، والعائد على المبيعات 20%، عائد عدد الوحدات المباعة شهريا 20,000، تكاليف على مستوى الوحدة، مستوى الدفعات، على مستوى المنتج، على مستوى العملاء، ودي تكاليف متوقعة، دي تكاليف أنشطة، وإحنا خدنا الإيه مدخل التكاليف على أساس الأنشطة. فأنا لو أنا جمعتهم على بعض كلهم هيديني التكاليف المقدرة للأنشطة. عاوز أجيب الفجوة التكلفية ما بين إيه؟ ما بين التكاليف المقدرة للأنشطة وما بين التكاليف المستهدفة. أنا ممكن أوصل للتكاليف المستهدفة من خلال سعر بيع المستهدف للوحدة الواحدة أضربه في المعدل، هيديني عندي الهامش دي الوحدة الواحدة في عدد الوحدات شهريا، وأوصل عندي السعر ناقص الهامش على مستوى الكل، اقدر اوصل للتكاليف المستهدفه، او اوصل للتكلفه المستهدفه للوحده عن طريق السعر ناقص العائد، وبعدين اضربه في عدد وحدات يديني تكاليف مستهدفه للكل، اطرح منها التكاليف المقدره هيديني الفجوه التكاليفيه. الفجوه التكاليفيه لو انا عندي هتطلع طبعا مقدار الفجوه 49,400، لان التكاليف المستهدفه طلعت 272,000 عندك في التمرين، لكن تكاليف الانشطه المقدره طلعت طبعا كبيره 321,400، المفروض بخفضها عشان اوصل للتكاليف المستهدفه بتاعتي. طب النسبة قد ايه اللي هي هحاول ان انا اخفض بيها الفجوة؟ بقسم 49,400 على 321,400 هيديني 15.4%. يبقى هنا ممكن نلعب في 15.4 دي ونحاول ان احنا نخفضها زي ما قلنا بأي أداة من أدوات تخفيض التكلفة. الحالة رقم 4 بيقول لي طبعا هنا منتج بيتكون من 6 أجزاء، والتكلفة المتوقعة لكل جزء جايبولي، وبيقول لي حدد لي نسبة التكلفة المتوقعة لكل جزء من أجزاء المنتج. فأنا لو جمعت التكلفة المتوقعة كلها ونسبتها عندي، نسبت كل التكلفة المتوقعة للجزء على الكل، هيديني هنا طبعا هنا ايه نسبة مئوية. يعني على سبيل المثال 450 جنيه على 1500 هيديني النسبة 30%. فدي مفهوم منها ايه؟ الجزء اللي بيحتل نسبة كبيرة احاول انا بقدر امكاني اخفض التكاليف فيه، الجزء اللي بيحتل نسبة صغيرة مش مشكلة، هل لو ما كانش بيضيف قيمة استبعده خالص. الحالة الخامسة بيقول لي عندي جايب لي تكاليف الإنتاج التام المباع اللي هو عبارة عن مباشر وغير مباشر، تكاليف صناعية مباشرة، تكاليف صناعية غير مباشرة، وجاب لي تكاليف التشغيل بقى كلها، وجاب لي عدد الوحدات المنتجة والمباعة وسعر البيع. قال لي إن تتوقع الشركة انخفاض سعر بيع المنتج للمنافس لأصل 850. طيب بتقولي الشركة هتقف تتفرج؟ لا، عاوزين نستجيب لكده، احنا سعرنا 1000، استحالة يكون اعلى من المنافس، طب ما احنا ممكن نخفضه. قالوا لو خفضناه بنسبة 20% يبقى المبيعات هتزداد بمقدار الثلث، يعني المبيعات اللي هي 150,000 تلتها 50، يعني لو نقصنا السعر من 1000 بنسبة 20% يبقى عندي المبيعات هتبقى 200,000. ده السعر الجديد اللي هو بيتوقع ليه مدير التسويق. بعدين بيقول لي عشان تحقق الشركة العائد المستهدف بتحتاج لدخل تشغيل مستهدف بنسبة 10% اللي هو هامش الربح اللي احنا بنقدر نوصل ليه لتكلفة من خلاله للتكلفة المستهدف. هو عاوز تكلفة الوحدة ودخل التشغيل الوضع الحالي والوضع المستهدف، وعاوز بيان الفجوة التكلفية عشان يشوف هل الإجراءات اللي قال عليها مدير، لفت نظر الشركة عليها مدير التسويق أحسن ولا الوضع الحالي أحسن. طبعا عندي هنا بحط الإيرادات، الإيرادات عبارة عن عدد الوحدات في الوضع الحالي، الوحدات 150,000 لسعر البيع 1000، يبقى الإيرادات كلها 150 مليون. تكلفة الإنتاج التام المباع هو جاب لي تفاصيله، تكاليف مباشرة وغير مباشرة جمعتهم، ولو أنا قسمت على عدد الوحدات يديني تكلفة الوحدة، فكأني بطلع تكلفة الوحدة على مستوى الوحدة، عمود للوحدة وعمود للكل.
تكاليف التشغيل عندي جايه في التمرين، بحوث وتطوير وتصميم وتسويق وتوزيع وخدمه عملاء. لو انا جمعت التكاليف التشغيل يديني 33,000، طب هجمعها على تكلفه الانتاج التام المباع هيديني اجمالي التكاليف 135 مليون. عندي الايراد 150 مليون، اذا دخل التشغيل 15 مليون، وانا ماشيه بعمل كل رقم اقسمه على 150 الف عشان اطلع على مستوى الواحد. ده الوضع الحالي. اذا دخل التشغيل 100، اذا سعر البيع 1000، اذا التكلفه 900، تكلفه الوحده الواحد. طيب نشوف الوضع بقى المستهدف بقى، التكاليف المستهدفه، ونشوف بين الفجوه التكاليفيه. بيقول لي الايرادات المستهدفه كام؟ هو قال لي لو خفض سعر البيع بنسبة 20% هيبيع 200,000، يبقى 200,000 في سعر البيع الجديد اللي هو 800 يديني 160,000. هو قال لي برضو ان نسبة الدخل التشغيل المستهدف هتبقى 10%، يبقى همسك الايرادات المستهدفة واضربها في 10% طلع لي 16 مليون الدخل المستهدف. طيب الدخل التشغيل المستهدف عندي للوحدة اطلعه ازاي؟ عندي ال 16 مليون اقسمهم على ال 200 الف اللي هي الجديدة يديني 80 جنيه للوحدة. طب ما انا عندي سعر البيع الجديد 800، وعندي دخل التشغيل الجديد او نسبة هامش ربح، رقم هامش ربح الجديد 80، يبقى ممكن اوصل التكلفة المستهدفة على مستوى الواحد 800 ناقص 80 يديني 720. طب هل فجوة التكلفية اقدر اطلعها؟ مش انا عندي تكلفة الوحدة في الوضع الحالي 900، وعندي التكلفة المستهدفة 720، يبقى عندي في فجوة تكلفية مقدارها 180. يبقى اقدر ان انا الفت نظرهم واقول لهم الوضع المستهدف احسن من الوضع الحالي. ليه؟ الوضع المستهدف هيخلي لي التكلفة للوحدة الواحدة 720، في حين الوضع الحالي بيخلي التكلفة 900. شرح طبعا الحالات الباقية، عندك حالة رقم 6 و7 نفس الطريقة بتمشي بيها، 6 و7. حالة رقم 8 دي مش مهمة. الأداة الثالثة اللي بعد كده هي هندسة القيمة. هندسة قيمة ده منهج أو أسلوب ممكن بيلجأوا له لتخفيض التكلفة في المرحلة الأولى مع استخدام تكاليف المستهدف. عبارة عن إيه؟ عبارة عن منهج منظم لتصميم المنتج. بإذن هي بتستخدم في مرحلة التصميم. بيتم فحص كل مكون من مكونات المنتج، بيحددوا الوفرات التكلفية اللي ممكن يحققها من كل مكون لتخفيض التكاليف. هو في اسلوبين لتخفيض التكاليف من خلال هندسه القيمه، اما تخفيض المكونات يبقى كده قدروا ياثروا على التكاليف بان هم يقللوها، او يسيبوا المكونات زي ما هي. طبعا حتى لو خفضوها بدون التاثير على خصائص المنتج او مواصفاته او متطلبات العميل. او المرحله الثانيه ان هم يسيبوا المكونات زي ما هي ويلجأوا ممكن في شراء المواد الخام لاسواق قريبه، يخفضوا تكاليف النقل، يشتروا بكميات كبيره، يستفادوا بخصم الكميات، يستفادوا بخصم النقل وهكذا. يبقى اما تخفيض التكاليف بدون التاثير على المكونات او تخفيض المكونات دي في قيمه للمنتج. عندي طبعا في حاله واحده عندكم في الكتاب، بيجيب لي قولي شركة المنارة استخدم أسلوب هندسة قيمة استجابة منها للضغوط التنافسية لتخفيض تكاليف التصنيع. عندها عنصر تكاليف مباشرة هو المواد، وعندها 3 عناصر من تكاليف غير مباشرة هي تجهيز جدول الإنتاج والمناولة ومحرك التكلفة. حتى هو جايب المحركات، وانتوا خدتوا طبعا محركات الأنشطة مع منهج التكاليف على أساس الأنشطة. ف مش شرط يقول لي المحركات، ممكن انت تستنتجها الجدولة والمناولة والتجهيز، المحرك بتاعها عدد الدفعات، تشغيل الآلات، محرك بتاعها ساعات عمل الآلات، التعديلات الهندسية، المحرك بتاعها عدد مرات التعديلات الهندسية. فهو جيب لي طبعا سنة 12 و13 تكلفة مرة التجهيز، تكلفة اللي هي انتوا خدتوها قبل كده اللي احنا كنا قلنا عليها، بتسمى معدل التحميل او معدل تكلفة محرك النشاط.
مرة التجهيز تشغيل المناولة 8000 و7500، التصنيع لساعة العمل الواحدة 55 و50، مرة التعديل الهندسي الواحدة 12000 و10000، عدد وحدات المنتج 3500 و4000، تكلفة الوحدة الواحدة من المواد المباشرة 1200 و1100، عدد الدفعات اللي هي هتبقى محرك نشاط لتكلفة التجهيز وتشغيل المناولة. عدد الدفعات عندي 70 و80، وعدد ساعات العمل اللي هتبقى محرك للتشغيل عندي أو التصنيع عندي 21000 و22000، عدد مرات التعديلات الهندسية اللي هي قلنا عليها محرك للتكاليف الهندسية 14 و10. طيب هو طبعا هنا دي تعتبر محركات، وقال لي الشركة عاوزة تشوف هي نجحت في استخدام أسلوب هندسة القيمة إن هي تخفض تكاليف التصنيع بنسبة 10% ولا لأ. طبعا احنا عندي المطلوب 3 حاجات، هحسب تكاليف التصنيع في عام 12 وعام 13. هبدأ بالمواد، المواد المباشرة تكلفة الوحدة الواحدة في عدد الوحدات، بجيب برضو على مستوى عمود للإجمالي وعمود للوحدة في 12 و13. تكلفة الأنشطة بقى اللي هي الجدولة والتجهيز والمناولة، احنا قلنا المرة الواحدة بس 8000 وعدد الدفعات 70، بضربها فيها يديني وهكذا لحد ما اطلع اجمالي التكاليف 12 على مستوى الكل وعلى مستوى الوحدة. ده بالنسبة للتكاليف من الجدول. لو عاوز يشوف بقى هل وصل فعلا التكاليف المستهدفة في عام 13 ان حصل فيها تخفيض بنسبة 10% ولا لا، تعالوا نشوف. هي عندي هنا في التكاليف في 2012 كانت على مستوى الوحدة 1738، على مستوى الوحدة في 2013 1550. طب نقدر نشوف احنا وصلنا لكده ولا لا؟ 10% يعني معناته لو انا قلت ان التكلفة في 2012 ضربتها في 90% هتوصل لي المفروض تكون 1564، احنا لقيناها كام؟ 1550. يبقى اذا هو نجح فعلا ان هو يخفض التكلفة، لأن المبلغ بسيط جدا بين 1550 و1564. طبعا بيقول لي عاوز يخفض تكاليف التصنيع في 2012، هنبدأ نشوف بقى في عام 2012 استخدمت 10 ساعات عمل، جبتهم ازاي؟ عندي عدد ساعات العمل على عدد الوحدات، طلع لي طبعا 10 ساعات للوحدة الواحدة. في 2013 لو انا قسمت 22000 على عدد الوحدات يديني 5.5، عدد المرات الهندسية انا هلاقيها انخفضت من 14 الى 10. يبقى اذا لما بعلق بقول ان اسلوب هندسة القيمة قدر يحافظ على وظائف المنتج وقدر ان هو يخفض التكاليف.